ببساطه كده وحضرتك دايما بالف خير، اشرح لنا قرارات البنك المركزي النهارده وتصريحات ايضا المحافظ النهارده، ماذا يعني 6% فايده؟ ماذا يعني تحرير كامل لسعر العمله وتاثيره على السوق والسلع؟ طيب خلينا نقول يا فندم ان مصر تنتهج ان يكون في برنامج لعمليه الاصلاح الاقتصادي. نعم. وبتتم على مراحل، وشايف ان في مراحل مدققه. بدايه من زياده الدعم، زياده الاموال يعني لشرايح العاملين في الدوله، وزياده باب الاجور. ده جانب لحمايه المجتمع من كان التضخم وارتفاعات الاسعار. الجانب الثاني كان دوله بتسعى ان تقنن عمليه يعني السوق السوداء اللي هو توحش يعني بدرجه يعني زي ما بيقول كده كبيره جدا. فكان واجب على السياسه النقديه او البنك المركزي يقوم بعدد من الاجراءات يا فندم. نعم. اتخذها اليوم صباحا بعمل امرين في غايه الاهميه. الامر الاولاني عمل ارتفاع في سعر الفايده 600 نقطة يعني 6%. أي مبرره ايه في الموضوع ده يا فندم؟ ان في فلوس سيولة في الدولة المصرية كبيرة جدا مأدية لزيادة التضخم. نعم. زيادة التضخم ده لازم تحاربه بعدد من الاعتبارات. خلينا بس ناخد الاعتبار الأساسي اللي دعمت بيه الحكومة النهاردة أو البنك المركزي. لما يرفع سعر الفايدة يا فندم النهاردة تقريبا 27 وزياده، ده بيحد من ايه عمليه الصرف. نعم. فيبتدي التضخم يتراجع جزئيا. وتاني امر بيترتب عليه ان يصدروا شهادات البنوك الحكوميه، وده صدرت النهارده ب 30%. نعم. لو حضرتك بصيت كده على التضخم اللي هو بيتراجع من الشهر الماضي بحاجات بسيطه، يبقى النهارده الشهادات المتواجده بقى شقها ايجابي. يعني بقت الناس اللي هتدخر مقابل التضخم ده هيبقى الامر بالنسبه لها ايجابي. كويس. ده جانب. الجانب الثاني، ما ينفعش ده بدون الاطار الموازي لعمليه ان يكون في تحريك لسعر الصرف. لازم سعر الصرف بقى يتغير خلاص. ما ينفعش ان السوق السوداء هو اللي يتحكم في الدوله. ما يرضيش حضرتك ولا جمهورك الكريم 5 6 10 15 شخص هم الذين يتحكمون في مقاليد عمليه ايه كان موضوع غلط وخطير طبعا. واتكلمت مع حضرتك اكتر من صحيح. مره، احنا ما نعرفش السوق السوداء دي مين بيحركها. صحيح. والمنصات اللي حضرتك بتشوفه كل واحد بيكتب، والعقود الاجله وكل الناس بقت خبرة في العقود الاجله. نعم. المهم وصل النهارده انه حرك سعر الصرف. لما بيحرك سعر الصرف يا فندم بيحصل تكالب، الناس كلها بتجري عايزه تخرج بضاعتها. كل الناس النهارده عايزه تتم الافراج عن البضائع اللي في المواني وكل اللي عنده احتياج دولاري، وطبعا الطلبات دي متراكمه في البنوك يا فندم بالشهور.